السلام عليكم متابعين قناة كاتيلينا، مرحبا بكم من جديد. اليوم غنقدم معكم لي كريب معمرين بسبانيغ وجبن. تابعوني الى اخر الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير. نبداو على بركة الله في المقادير. هنا عندي ثلاثة البيضات، معلقة ديال الزبدة هاي دوبتها، شوية سنيدة، شوية الملحة، عندي الحليب، ندير تقريبا نص لتر، نزيد الدقيق، يكون جاري بحال هكا. دابا انا غادي ندوز باش نطيبو ونرجع معكم نوريكم الطريقه كيفاش ندير معكم شي وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي. هنا غندهن شويه الزبده المقله،
كما تشوفوا. هانتوما كيجي على هذا الشكل. هي هذه واجده. المقله كندهنها غير المره الاولى صافي، المره الثانيه ما كنبقاش ندهنها. دابا باش غادي نعمرو هاد لي كريم، دابا عندي لي سبيناتشي شديتهم صطيتهم في شويه الزيت، غنديرو معاهم الجبن ريكوتا، ندير معاهم شوية فرماج، دابا غادي نبداو نعمرو في الكريب ديالنا. نديرهم هنا في الطاوة ديال الفران مع شوية البيشاميل من تحت. نستفهم على هذه الطريقة.
بيضه صغيره هيا ندوبها. من بعد كنديرو بيشاميل من الفوق من بعد ما درنا الفرماج دابا غادي ندخلو الفران باش يتحمر شويه، من بعد نرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال لي كريب ديالنا كيفاش جاوا. الكريب البنات هما وجدوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو غزالين. انا كنت المره فاش في بدايه الفيديو درتهم في هذا المول، الساعه جاني صغير ما عجبنيش، غادي يطيب في الفران غادي داكشي كله غادي البيشاميل كله غادي يخرج. قلت من الاحسن ندير هذا كبير شويه، وهذاك الشيء علاش بدلت. من الاحسن البنات ديروا شي مول يكون شويه متسع باش تلقاو فين بحال كيجيو غزالين ومقادين. من الوسط كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي غزاله ولذيذه في نفس الوقت. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.